فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. فقوله سبحانه فاستمتعتم بخلاقكم إشارة إلى اتباع الشهوات وهو داء العصاة. نعم، فاستمتعتم بخلاقكم يعني بنصيبكم من الدنيا، ونسيتم العمل للآخرة، بل استغرقتم في الدنيا وملذاتها، وهذا طريق العصاة. نعم. الذين هم كالبهائم، إنما همهم ما يضعونه في بطونهم ويلبسونه على أبدانهم وظهورهم. نعم. وقوله وخضتم كالذي خاضوا إشارة إلى اتباع الشبهات وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات. فالعصاة اشتغلوا بالشهوات ونسوا العمل للآخرة. نعم. وأهل الأهواء، أهل الأهواء اشتغلوا بالشبهات وأفسدوا عقيدتهم، وكان الأمر العقيدة مبني على التسليم والانقياد، والعقائد توقيفية لا مدخل فيها للآراء والاجتهادات، بل هي توقيفية. فأولئك لم يقفوا عند الأوامر وفي العقيدة، بل إنهم أدخلوا عقولهم فيها، فلذلك نفوا أسماء الله وصفاته، هذا من جهة المعطلة. والمشبهة قاسوها على صفات المخلوقين لأنهم لا يعقلون منها إلا هذا، لا يعقلون من صفات الخالق إلا ما هو من صفات المخلوقين. نعم. فلذلك شبهوا الله بخلقه والعياذ بالله. نعم. أنهم لا يفرقون بين صفة الخالق وصفة المخلوق. هذا هو الخوض، هذا هو الخوض في العقيدة والشبهات. وكذلك المشركون وعباد القبور، فإنهم إنما وقعوا فيما وقعوا فيه لأنهم خاضوا في الشبهات. قيل لهم إن هؤلاء ينفعون ويضرون، وأنهم يجيبون من دعاهم، وأنهم يضرون من لم يخضع لهم، فاستجابوا لذلك وصاروا يدعون الأموات ويستغيثون بهم، فهم خاضوا في أهوائهم بدون سلطان ودليل من الله سبحانه وتعالى، وإنما اعتمدوا على القصص والحكايات والأحاديث المكذوبة والوعود الكاذبة أنه سيحصل لك كذا وتعطى كذا إلى آخره. فهؤلاء إنما في عقيدتهم مبنية على الهوى، عقيدتهم مبنية على الهوى، وأهل الحق عقيدتهم مبنية على الدليل والبرهان.